العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. حبيت نعمل الفيديو هذه ثانية حول الأوضاع في تونس وفي شمال إفريقيا بصفة عامة، بعد ما ألح بعض الشباب على أني نتكلم في السياسة. تعرفوني يعني منحبش نحكي في السياسة بصفة عامة. علاش؟ رغم اللي قلتها قدش من مرة، علاش منحبش نحكي في السياسة؟ منحبش نحكي في السياسة على خاطر السياسيين والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية اللي تابعة الأحزاب السياسية في شمال إفريقيا أو بين قوسين العالم الإسلامي، كلهم ممسخين، الكلهم معناتها مصلحيين، الكلهم يخدموا مصالح أجنبية، الكلهم يفكروا كان في مصالحهم الشخصية. نعرف اللي احنا العمل في السياسة عندها في أوروبا ولا في الدول الأخرى هو عمل كأي عمل آخر، يعني الإنسان يخلص ياخذ فلوس يقوم بالواجب متاعه، تنتهي المهمة متاعه يمشي. بينما في الدول متاعنا الأمر يختلف، يعني أي واحد يريد أن يرتكب السرقة والإجرام ويكون عنده حصانة تامة يتبع السياسة. طبعا أنا مانيش نتكلم على 100%، وإنما أغلبهم الأحزاب السياسية في الدول متاعنا هي عبارة على حصانة لكي لا يعاقب. وهذه عشتها وعرفتها سواء قبل عندها في الحركة الإسلامية أو غيرها. والصراعات اللي من بين الأحزاب السياسية هي صراعات كلها كذب في كذب، سواء اللي في الحكم أو اللي في المعارضة أو من تدعي إنها في المعارضة. والوضع لم يتغير حتى بعد 2011، اللعبة ما زالت تتواصل بهذه الطريقة. وزدت معناتها تأكدت من هذه الأمور قبل عامين وقت كانت الانتخابات في تونس، وانتميت يعني إلى حزب صغير جدا، يعني ما عنده حتى قيمة، فهمت؟ وانتمى كثير من الشباب لهذا الحزب، وخدم وتعب وسهر وخسر من فلوسه. في الأخر بعد ما وفات الانتخابات حبينا نحكيه مع مسؤول الحزب والكاتب العام، مستحيل ان نحكيه معاهم، طفانا كومبليتمون، واصرينا باش نحكيه معاهم باش نشوفوا شنو وفين وصلت الامور وفين معناتها باش نتحاسبوا على العمل اللي عملناه واللي خدمناه واللي صرنا عليه الليالي. في الاخر شنو قال لنا الكاتب العام تاع الحزب؟ قال لنا برمشوا اشربوا البحر. يعني كان حزب صغير قد نهكا بهذه الاخلاق وبهذا المستوى المنحط، فما بالك بالأحزاب الأخرى. وانسحب كثير من الحزب، فهمت؟ وبعضهم مازالوا موجودين رغم اللي سمعوا الإهانة والذل، لأنهم حتى هما يا أما ما عندهمش كرامة وما عندهمش همة وما همش رجال، يا أما حتى هما مسخين كيفهم. وطبعا وهذا ينطبق على جميع الأحزاب، سواء الليبرالية، سواء من تدعي الوطنية، سواء اليسارية، وبالطبع الإسلامية. ولكن لا أستثني إن القاعدة أغلبها معناتها مخلصة، ما تعرش الألعاب السياسية اللي موجودة، فهمت؟ ما يعرفوش اللي السياسيين اللي موجودين في الدول متاعنا قاعدين يلعبوا بيهم كما يحبوا، يستغلوهم ومن بعد يرميوهم، واللي يحل فمه فهمت يكسروا له فمه والا يطردوه جمله واحده. هذا المستوى المنحط تاع السياسه والسياسيين في الدول متاعنا خلاني نكره السياسه وما نحبش نحكي عليها.
بعد التجربة المريرة مع الحزب اللي رغم اللي كما قلت لكم يعني الأهداف متاعه يعني إنسانية وكبيرة، ولكن المسؤولين عليه خامجين، مخاخهم خامجة، سراق فهمت، ومصلحيين ويفكروا كان في رواحهم. ما فما حتى واحد سياسي تقريبا في الأحزاب هذه اللي واصلة كلها من أصغر واحد لأكبر واحد من الجمعيات اللي تابعينهم الكل يفكر في مصلحة البلاد، سوى تونس سوى الجزائر سوى ليبيا سوى المغرب. والمخلصين يا أما مسكتينهم يا أما يلسقولهم تهم يا أما يبطلوا العمل السياسي ويخرجوا برا. يعني هذه حقيقة عشتها ومعنتها وزدت أكدت منها وزدت أكدت منها. هذاك علاش ما نحبش نحكي في السياسة، لأن في الدول متاعنا ما فماش سياسة، فما عصابات إجرامية، سراق يسرقوا في البلاد ويسرقوا في الشعب ويستغلوا في الشعب فقط، هذا شفما. وبعد التجربة هذيك مع الحزب يعني حاولنا باش نكونوا يعني حاجة في تونس، وقتها حبينا باش نعملوا حاجة في تونس مع بعضنا. جمعنا احنا اللي كنا معناتها متذمرين من هذا الوضع ومن هذا المستوى، لكن مع الاسف فهمت لم نتمكن من ذلك. علاش؟ على خاطر فما اشخاص فهمت اللي هما تذمروا معانا معناتها ووقفوا معانا في المطالبه بالحق في المحاسبه، ومن بعد يا اما تم شريانهم يا اما اللعب بعقولهم يا اما شافوا مصلحتهم فهمت مصلحتهم في امور معينه وهما بيدهم بخاخهم خامجه. لهذا معناتها وليت معناتها بقيت مع بعض الاشخاص اللي نثق فيهم واللي نعرفهم بالفعل فهمت يفكروا في مصلحه تونس، وتجمعنا مع بعض الشباب من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب، وعملنا حركة تغيير شمال إفريقيا اللي معنتها بدأت بالخطوة بالخطوة. ولكن زاد حتى الحركة اللي عملناها ياسر في الأول جاو معانا وعندهم الأفكار هذه الخامجة، ولكن بسرعة تفطلنا ليهم فهمت وعرفناهم، وهما كشفوا رواحهم على خطر ديما الطماع يفضح روحه والساقط يفضح روحه، والإنسان المخلص اللي يفكر في بلاده ويفكر في الوطن بتاعه ويفكر في الحقيقة مش في روحه، ويفكر في الأجيال القادمة. لأن الذل اللي عشناها احنا فهمت والإهانة اللي يمكن اللي عايشين في تونس ما يعرفوهاش وقت نسافروا لبرا كيفاش يغزروا لنا العباد. هذاك علاش راني ما نحبش نحكي في السياسة، هذاك علاش هذا هو السبب اللي خلاني ما نحكيش في السياسة، على خاطر ما عناش سياسة ومعنتها نأمل ان هذه الحركة حركة تغيير شمال افريقيا تكون يعني بادرة اولى نتاع اشخاص يخدموا. وعلاش لا كما قلنا ونعاودوا نقولوا فهمت الأشخاص اللي يتفرغوا للعمل أنهم يخلصوا كما يخلص أي إنسان آخر يخدم، هذا مش عيب. المشكلة مش في الخلاص، كل السياسيين في العالم يخلصوا، لكن المشكلة اللي في الدول متاعنا يخلصوا يسرقوا ويزيدوا يتعداوا ويزيدوا يعملوا كل الجرائم ويخرجوا بلاش أي عقاب. علاش؟ على خاطر هما سياسيين سيادتهم، بينما المواطن العادي كي يسرق خبزة يشدوه باش ياكل، بينما هما يسرقوا الملاين ويهربوا الفلوس فهمت على خاطر هو سياسي. هاو تنعملوا له عفو، عفو عام. اذا الوضع في الدول نتاعنا وخاصة انا نتكلم على شمال افريقيا فهمت جدا مأساوي. في الفيديو هذه معناتها حبيت نكمل الحديث حول اليوكا في تونس
واللي هو مرتبط باللي يوقع في ليبيا، مرتبط باللي يوقع في الجزائر وفي المغرب، ومرتبط بالمصيبة الزرقاء ما يسمى الشرق الأوسخ اللي جاينا منه كل المصايب. لهذا معناتها الفصل مع الشرق مسألة ضرورية باش نعرف رواحنا، ما نقعدوش حياتنا كاملة واحنا تابعين ويجيبونا في الوسخ متاعهم والأفكار متاعهم والصراعات متاعهم الشيعية السنية العروبية القومية، فهمت؟ ويجيو لبلادنا باش يفسدوا هنا، يزي ما فسدوا هنا 1400 سنة وهما مفسدينها، بعد لا كان عندنا تاريخ وكان عندنا حضارة وكانت المرأة محترمة وكان عندنا إنجازات كبيرة من اللي دخلوا هما ما عرفنا كان الصراعات والحروبات والمشاكل والنية الخايبة. كل واحد فهمت يفكر كان في روحه، كل واحد يفكر كان في مصلحته، ما همش فاهمين اللي كي يفكروا في مصالح بعضنا فهمت نجموا نطوروا بلادنا ونوليو معناتها كيما الشعوب الأخرى. فما حتى عيب باش نكونوا كيما الشعوب الأخرى محترمين، مش يغزرونا هذاك عربي هذاك مسلم هذاك درشنوة، العباد الكل تخافوا يخافوا منك، تطلع في التران تطلع في المترو يخافوا منك. علاش اللي يوقع في الشرق الأوسط واللي قاعد ينتقل شمال إفريقيا؟ إذن اللي حبيت نتكلم أنا على نشوف معناتها في الفيسبوك وفي معناتها وسائل الإعلام يتكلموا على الجيش التونسي وانتصار عظيم وكلام، وفهمت يعني باش يوريك اللي الشعب تاعنا مازال شعب مش واعي. يعني 50 واحد دخل فهمت عمل فارعة أكثر من فهمت جمعة وجيش كامل تاع دولة وهو يحارب فيه وقتل فهمت، يعني المجموعة هذه اللي دخلت قتلت من الجيش التونسي 17 ولا 20 واحد، يعني تقريبا النص. باش يوريك لي الجيش التونسي ما هوش جيش محارب يزيهم الكذب على رواحكم، وما هوش جيش عنده تجربة ونعرفوها هذه الحقيقة. الجيش القوي اللي موجود فهمت هو الجيش الجزائري والجيش المغربي، أما تونس ما عندهاش جيش، عندها بوليس عندها حرس فهمت، أما ما عندهاش جيش، جيش ما عندناش. يعني 50 واحد اللي قتلهم جيش كامل متاع تونس قتلتهم أمريكا في ظرف 3 دقائق بضربة واحدة. هذه حاجة. حاجة ثانية يزيوا من الاستهانة فهمت بالإسلاميين. الإسلاميين أو الدواعش عندهم تجربة بتاع 40 سنة، عندهم تجربة أكثر من تجربة الجيش التونسي. هما وقت بعثوا 50 واحد لتونس فهمت بعد لو وقعت لهم الضربة الكبيرة اللي قامت بها أمريكا في سرد، حكاية فارغة بالنسبة لهم. انتو ما عرفتوا شنو الخطة متاعهم وشنو البرامج متاعهم. طبعا السياسيين عارفين، النهضة عارفة وفاهمة فهمت فاهم المسألة جيد، ولكن الشعب مع الأسف لا يصفق وياخذ في سيلفي مع اللي قتلوا، ويطلع لهم واحد من الأئمة يقول لهم هذاك يجوز في الإسلام تمثيل بالعدو يجوز. يعني هذه العقلية متاع الإجرام موجودة في المجتمع متاعنا، متغلغلة في المجتمع متاعنا. إذن هذه العملية هي ما بالنسبة لي أنا مجرد عملية جس نبض كما نقولوا احنا، على خاطر شنو هو الخطة متاع الإسلاميين؟ أرجعوا للتاريخ، أرجعوا للصومال، أرجعوا لإفريقيا، أرجعوا لأفغانستان، أرجعوا لسوريا، أرجعوا لأي بلاصة. تو تشوفوا إن الإسلاميين أول حاجة يعملوها خاصة هذوما الدواعش الجيل الجديد متاع الإسلام
الجهادي السلفي الإرهابي والتي عنده خطة. أول حاجة يشوف شنو الدولة تقوم، شنو الاقتصاد متاعها، هل الصناعة، هل التجارة، هل السياحة، فيقوم بضرب ما يسمى مول الرزق. وتونس بالطبع هي دولة سياحية، فقام خلال السنوات الأخيرة ضرب السياحة والقضاء عليها كليا، خلى أكثر من مليون تونسي بطال. ثم زعزعت الأمن من الداخل. كيفاش زعزعت الأمن؟ يضرب ضربات متنوعة. العملية اللي وقعت في بنقردان 50 واحد حكاية فارغة. في بالك اللي معناتها التركيبة متاع المجتمع متاعنا تنجم تجيب 1000 من قدوة، خطبة متاع جمعة تنجم تجيب 1000، فيديو على اليوتيوب ولا على الفيسبوك تنجم تجيب 1000. العدد هما عندهم مش مهم، تقتلهم 50 100 200. قداش قتلت روسيا في أفغانستان؟ قداش قتل الأسد في سوريا؟ قداش قتل الجيش الجزائري في الجزائر؟ انتهوا ما انتهوش. احنا توا صحيح الوضع توا يختلف، الوضع توا ان فما نية عالمية امريكية واوروبية وروسية بتحالف مع ايران من اجل القضاء على الارهاب الاسلامي السني الجهادي السلفي والقضاء على الممول ليه اللي هو دول الخليج. يعني من حسن الحظ ان امريكا ضربت قبل ما تدخل هذه المجموعة وعلمت، فهمت، بهذه المجموعة اللي الاخبار تقول عليها عندها سنوات اللي هي باش تدخل. اذا هذايا اللي وقع ماهوش انجاز للجيش التونسي حتى شيء. هذه العملية عملية كما نقولوا احنا جس نبض من ناحية، من ناحية اخرى اكيد مئات راهم دخلوا وانتشروا في كل تونس، خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية وجهة جندوبة وجهة باجة والكاف وسيدي بوزيد والجهات معناتها نتاع قفصة وحتى الجهات الساحلية. هذوما الأشخاص اللي دخلوا يعرفوا المنطقة، يدخلوا ويخرجوا معروفين. غير المرة هذه دخلوا بسلاح ويتعاملوا مع المهربين ويعرفوا بعضهم، وعندهم قاعدة وعندهم خلايا نايمة في كل تونس. ومن السهولة تجميع هذوما الناس. إذا ما تفرحوش ياسر، على خاطر اللي جاي هو أكثر من هذا الشيء. وكما قلت لكم من حسن الحظ أن كثير من الدول وخاصة الجيش الجزائري متفطن لهذه المسألة. الجيش الجزائري قبل ما يدخلوا الجزائر يقتلهم ويدخلوا لهم ليبيا يضربهم، بينما احنا يدخلوا يخرجوا كما يحبوا هما. من بعد وقت جاءوا توا زعما هاكا الجيش التونسي والشجاع وكذا 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 وكذا. يزيم الكذب على رواحكم، ديما عايشين في الاوهام، في الاطلال، في الحكايات الفارغه. هنا حبيت نقول حاجه، راشد الغنوشي والنهضه قال باش يعملوا مظاهرة ضد الإرهاب. أنتم تقولوا لي راشد الغنوشي ولا إنسان سياسي ومعادش إرهابي. يا أخي فين كبر راشد الغنوشي وفين تربى وفين ترعرع؟ مش في الفكر السلفي الجهادي؟ أما راشد الغنوشي والجماعة الآخرين اللي معاه الكل هذوما الشبالي وعلي العريض زيتون بطيخ كلهم فهموا وعرفوا، فهمت، اللي الإسلام لازم يستعملوه لمصلحتهم، وأنهم مهما عملوا، فهمت، من الجموش يوصلوا حتى شيء. قلبوا الفيستا، قلبوا الفيستا ومشاو من أجل اللعبة السياسية. وهذا اش عمل راشد الغنوشي، يعني نجم نقولوا خان الحركة الإسلامية. وقت رجع لتونس عجب الحكم والسلطة
فهمت؟ وشاف الشعب معناتها ما هو فيها حد شيء وما يعرف حد شيء، فهمت؟ وعمل روحه بطل. لكن الجناح العسكري بتاع النهضة قالوا له يا ولدي شنو الحكاية؟ شبيك؟ قال لهم لا رانا بشوية بشوية ولازم سياسة ولازم كذا ولازم كذا. قالوا له لا يا بابا لا سياسة لا شيء، فهمت؟ وقت شافهم ما نجمش يكسبهم وكسب بعضهم كما قلت في الفيديو اللي السابقة، فهمت؟ وفر لهم كل الظروف والمال وكل شيء غير يبعدوا عليه، ولكن هو يعرف اللي هو خانه واللي حوله الكل يعرفوا اللي هما خانوا الحركة الإسلامية. هذاك علاش هو توا وقتها تنازل على الحكم وكما نقولوا احنا قعد في ببوشته، فهمت؟ هو والجماعة نتاعو باش يحمي راسو على خاطر هو بحد ذاته واللي دايرين بيه الكل، فهمت؟ أشخاص مصلحيين لا يفكروا لا في تونس وما عندهمش ذرة واحدة من الوطنية أو حتى الإنسانية، وراهم الدواعش رغم معناتها إرهابهم ورغم كل شيء أنا أعتبرهم مخلصين، فهمت؟ ميجي معناتها هو واحد منهم ميجيش معناتها واحد معناتها النهضة كلها ما تجيش في ربع واحد فيهم. صحيح مغرر بيهم بعضهم وكذا وكذا وكذا، ولكن يحكيو في أرواحهم، وأول فهمت ما يلقاو فرصة فهمت باش ينتقموا أول واحد ينتقموا منه هو راشد الغنموشي واللي حوله والنهضة بيدها، الجهاز النهضة بيده، والسياسيين وأمريكا والغرب عارفين هذا الشيء. إذا راشد الغنوشي وقت يتقرب من السبسي ويتقرب من الواحد يحب يظهر زعما اللي هو موديغي واللي هو متفتح، هو يحب يحمي روحه على خاطر لو دخلت داعش لتونس ووصلت، فهمت؟ وعندها معناتها قدرة باش توصل راشد الغنوشي ولا العناصر نتاع الواحد، أول حاجة تعملها هي تحاكم وتقتل النهضويين وأولهم راشد الغنوشي. هذاك علاش هو خايف ويدعو إلى مظاهرة ضد الإرهاب. أنت بيدك إرهابي ربك، أنت بيدك إرهابي، فهمت؟ وتوا تولي زعما تدعو ضد الإرهاب. إذا هذه معناتها مسألة لازمكم تعرفوها، أن راشد الغنوشي والنهضة وخاصة المقربين، ما نتكلمش على الناس أنا العاديين المؤيدين هذوما ماهمش فاهمين حد شيء، فهمت؟ يقودوا فيهم وكاو يقودوا فيهم، هما أول وحود مستهدفين. هذاك علاش هو قاعد يبيع فيهم، خاطر هو عارفهم كيفاش يخدموا، هو اللي كونهم في السبعينات، فهمت؟ ويعرف الطريقة متاع التفكير متاعهم ويعرف روحه خائن وخان الحركة الإسلامية، يعرف روحه، فهمت؟ هذاك علاش لابد في ببوشته وساكت، سيب راسي واضرب. إذا هنا حبيت نوصل للفكرة اللي حبيت معناتها نعملها من هذه الفيديو، ومعناتها وأنا أعتذر للشباب يعني ما نحبش نحكي، تو نحكي في فيديوهات أخرى حول نرجع شوية هكا نحكي على الاسلاميين او ايران، يمكن معناتها تسمح لي الظروف باش نحكي فيها المساله، ولكن توا حبيت نحكي على حاجه نقطه جدا مهمه، هي مساله احنا في شعوبنا خاصه معناتها شمال افريقيا اللي عندنا الهويه نتاعنا هي الهويه الامازيغيه، فهمت؟ اش نعملوا مع الشرق؟ احنا افريقيا اش نعملوا مع اسيا؟ اول حاجه لازمنا نعملوها معناتها الشعوب نتاعنا قبل ما تطالب الخبز، قبل ما تطالب الشغل، لأن اسمعوا راهو الحكومات نتاعنا مثلا الجزائر، فهمت؟ برا شوفوا كيفاش ولات الجزائر، فاش كانت في الثمانينات
وكيفاش ولات توا؟ لان الحكومات نتاعنا اللي هي حكومات ديكتاتوريه، فهمت؟ وهذا لا نقاش فيه، واللي نهار كل تخوف فينا من البعبع الاسلامي، هي اللي زرعت البعبع الاسلامي. الجزائر تبني جوامع اكثر من اللي تبني مستشفيات ومدارس. المغرب كيف كيف، تونس كيف كيف. علاش؟ على خاطر يحبوا ديما الاسلاميين يقعدوا موجودين باش يسمصروا بيهم ويخدموا بيهم، سواء باش يخوفوا بيهم الشعب. شوف الشعب الجزائري كيفاش ولا، اللي يتكلموا الجزائري يتكلموا يقول لك لا ما نحبش ترجع السنوات التسعينات، خايف يرعش. في تونس الامور تتحرك، في ليبيا تحركت، في المغرب تحركت، والجزائريين قاعدين. شعب ما عادش نعقله، انا شخصيا ما عادش نعقل الشعب الجزائري. هذا الشعب يعني اللي نعرفه معناتها من الثمانينات كيفاش كان وكيفاش ولا، يعني الحكومه الجزائريه دجنت الشعب الجزائري. في المغرب هاو يلهيوهم حاطينهم حكومه اسلاميه، هاو يلهيوهم بشويه فهمت امازيغيه، هاو درا شنو، الامازيغيه ولات فولكلور وشويه لغه وشويه واحد ويسكتوا فيهم، فهمت؟ وجايبينهم حكومه اسلاميه. علاش؟ على خاطر الحكومات اللي موجوده في شمال افريقيا تعرف روحها باش تطيح، كيما طاحت في ليبيا وكيما طاحت في تونس، وحتى هذوما اللي موجودين توا يعرفوا روحهم باش يطيحوا، لانهم ضد التاريخ وضد الحضاره وضد الانسانيه، ولكن يحبوا يطوروا اكثر شيء ممكن، لانهم ما همش يفكروا لا في الشعب لا في المستقبل، يفكروا كان في رواحهم فقط. في تونس كيف كيف، هاو يلهيو فينا بالنهضة، هاو بعد يجيبونا حكاية هاو الدواعش على الحدود مع ليبيا، فهمت؟ ليبيا كيف كيف، فهمت؟ يمكن ليبيا أنا نسميها ليبيا هي أحسن وضع في شمال أفريقيا، على الأقل كل واحد عرف حدوده، اللي يحل فمه معنتها هاكا واضح، كل واحد عنده السلاح نتاعو، كل واحد يلزم حدوده وأمور مريقلة. انا نتصور الوضع في ليبيا باش يكون احسن بالكدا، فهمت؟ اذا انا اللي حبيت نقوله في الفيديو هذه، سامحوني معناتها طولت شويه، فهمت؟ ان الشعوب نتاعنا في عثة الهاب المظاهرات، وهاو الخدامه هاو تحب تاكل هاو تحب تشرب هاو تحب تشغيل هاو تحب درشنوة هاو تحب درشنوة هاو تحب درشنوة، اضربوا راس تنشف العروق. كان تحبوا ثورة في شمال افريقيا حقيقية، ونتكلم انا هوني على المخلصين والواعيين، فهمت؟ واللي يفكروا في ولادهم ولاد ولادهم، فهمت؟ انهم يتحركوا يعملوا ضغوطات، سواء على الفيسبوك سواء في الواقع سواء في الحقيقة سواء مع عائلاتهم سواء مع الناس اللي حولهم. يجب منع الحركات السياسية الإسلامية منعا باتا، هذه حاجة أولى. طبعا كما قلت لكم قبل هذه الحاجة، ومعاها لازم نقطعوا مع الشرق، احنا شمال افريقيا عندنا الهوية متاعنا وعندنا التاريخ متاعنا لا نقاش فيه، وعندما نقولوا الأمازيغية وعندما نقولوا الهوية كما معناتها قلتها في حركة تغيير شمال افريقيا، اللي هي معناتها جمعت الناس المخلصين باش يخدموا في هذا المجال، فهمت؟ كل واحد على حسب القدرات نتاعو، هو في الارض وفي الرقعه الجغرافيه اللي تجمعنا الكل، تكلم تونسي تكلم جزائري تكلم مغربي مش مشكل، المهم انك امازيغي ماكش عربي وماكش شرقي وانك افريقي وماكش اسيوي، هذه مساله لا نقاش فيها. ومنع لازم الشعوب نتاعنا والجمعيات المخلصة والأشخاص المخلصين يتكلموا على منع الأحزاب السياسية كلها اللي عندها طبعة دينية. الدين الإسلامي لازم يبعد كليا على السياسة، هذه أول، يبعد على التشريع، يبعد على التدخل في الحياة الاجتماعية متاع الأشخاص، يبتعد عن التعليم، فهمت؟ نسمع أخيرا
قال لك جماعة في الباب ما حبوش يقراوا الفلسفة، قال لك كفر. والحكومات يعني تساعدهم نورمال عادي. علاش؟ خاطر الحكومات تحب يبقى هذا الشيء. فهمت؟ هذه الحكومات هذه الكل يعني بيما ماهيش فاهمة، ماهيش عارفين مصدر البلاء تاع الإسلاميين. من فين يطلعوا هذوما الإسلاميين؟ مو من الكتب هذه ومن الدراسات ومن المنهج. كل شيء حرام، كل شيء حرام، كل شيء حرام. لا فما حرية فكرية، لا فما حرية جنسية، لا فما حرية، حتى حرية ما فما. لا ملبس، لا ماكل، لا حتى شيء. إلى متى باش نقعدوا هكا؟ إلى متى؟ وأي واحد تحكي معاه يقول لك نحب نهج. فين تهج؟ فين تهج؟ لا العالم كرهكم، ما عادش يحملكم. فهمت؟ علاش بينا؟ علاش احنا نقف او نقعد ونهجوا؟ ماكم تعجبكم اوروبا وتعجبكم الغرب ويعجبكم، يا سيدي جيبوا هذيك المنظومه هوني، المنظومه التعليميه. الدستور لازم يكون دستور انساني، لازم الحكومه تكون مدنيه. البارح نقرا على بنغلاديش تحب تنحي بنغلاديش دولة إسلامية، هذه معناتها مبادرة جاهزة طيبة. وإحنا لازمنا في شمال إفريقيا نحيي هذه الدولة إسلامية عربية. إحنا دول شمال إفريقية، شنية الدولة عندها دين يعني تهمش بقية المجتمع؟ يجي يقول لك في تونس عملنا دستور هاكا عندك حرية المعتقد، ولكن الدولة حامية حماية الدين. يعني تجي تتكلم كلمة، شوف في مصر واحد يتكلم يقول لك ازدراء أديان، يعني عندك الحق تكفر لكن سكر فمك، ما عندك الحق تنقذ الإسلام، ما عندك الحق تنقذ الأديان الأخرى. يعني الحرية، وتنقول حرية فكرية يعني حرية النقد، حرية الفن. إذا هنا في الفيديو هذه اللي حبيت نقوله، يا شعوب يا ناس، يا معناتها عندكم معناتها حس وطني واحد، راهو شمال افريقيا تنجم تكون خير من اوروبا. انا نشوف هوني اوروبا ما عندهم يعني حتى شيء، وشوف كيفاش عايشين وفي عوض معناتها نهاجروا. فهمت؟ علاش ما نبنيوش بلادنا؟ وما نجمون نبنيو بلادنا لما تتنحل احزاب سياسيه الاسلاميه اول شيء، المنظومه التعليميه تتبدل هيك. تحبوا مثلا تقريوا الدين، قريوا كل الاديان. هكا عمان، شوف سلطنة عمان عندها تربية دينية، ولكن تعلم الطفل من الصغرى. فهمت؟ الحرية الدينية، تقول له معناتها ما تدخلش في الآخر كيفاش يصلي ولا كيفاش يعمل ولا كيفاش. يا أخي هذا من الكل الدكاترة اللي عندنا ما ينجموش يقدوا دستور إنساني مدني حضاري علماني. هذا الكل في عوض تبني في الجوامع، الحكومات نتاعنا ولا الناس تبني في الجوامع وتحج وتخسر في الفلوس ودرا شنوا. علاش ما تبنيوش المدارس وتبنيو المستشفيات؟ وهذا ما يتحقق لما تنحية الأحزاب السياسية الإسلامية اللي تقوم على الدين، هذه حاجة. والعودة للهوية متاعنا الأصلية الشمال الإفريقية المستقلة، والضغط على الحكومات، لازم ثورة تقوم في شمال إفريقيا. فهمت؟ من أجل وضع دستور حضاري إنساني مدني يحترم المرأة ويحترم الطفل ويحترم الإنسان ويحترم حرية المعتقد وحرية النقد والحرية الجنسية. من بعد تحب تمشي تصلي برا صلي على روحك، تحب تصوم صوم على روحك، لكن ما يهمكش في اللي ما يصليش، ما يهمكش اللي ما يصومش. تحب تلبس الحجاب البس، البس حتى شكار، لكن ما يهمكش في الاخرين اللي ما يحبوش يلبسوا. هذه هي المشكله الكبيره اللي عندنا، قبل الخبز وقبل العمل وقبل المطالبه باي حق اخر. الحق الاساسي هو الانتهاء مع هذا الفكر الاسلامي العروبي. فهمت؟ اللي بعيد دين عليه كل البعد. يعني هذه مسألة واضحة وبينة. كان توقع مثلا الهدف مش إسقاط الحكومات، هيك تونس سقطت، هاكا القذافي مشى وبعد
لازمنا نستغلوا هذوما الحكومات الديكتاتورية، وهما يعرفوا راهو يعرفوا اللي توا خاصة بعد موقع اللي وقع في تونس أن قوة الشعب فهمت تنجم تقضي عليهم. واش قاعدين يعملوا لهم؟ قاعدين يهمشوا فيهم، في الجزائر يخوفوا فيهم ردوهم الدجاج فهمت، في المغرب ملاهينهم بحقاضية هاي أمازيغية هاي صحراوة هاي كذا هاي كذا، في تونس هاي داعش هاي درشنوة هاي درشنوة فهمت، في ليبيا ملاهينهم هاو توانسة والنهضة وجهاديين كلهم توانسة وجايين توانسة وكل شيء باش هما يقعدوا أكثر شيء ممكن. إذا انتبهوا لهذه المسألة، راو احنا ناقصنا وعي، وعي سياسي، ناقصنا ياسر وعي سياسي، وناقصنا الفكر، الفكر الحرية ما نعرفوهاش، خاطر ربونا وكبرونا على ان السمع والطاعة فقط. الدكتاتورية موجودة داخلنا احنا كأشخاص، ما نثقوش في بعضنا، تلقاه السارق فهمت لي، السارق يغزر للناس الكل سراق، والكذاب يغزر للناس الكل كذابة كيفو. إذا قبل الخبز قبل الماكلة قبل العمل فهمت، لازمنا نفكروا باش نحطوا دساتير فعلية مدنية حضارية، وإن نضغطوا على هؤلاء السياسيين باش يخدموا مصلحة الشعب فهمت. يا سيدي ما عادش حاشتنا بجوامع، ما عادش حاشتنا ابنيولنا مدارس، هاي اخرج مظاهرة نحبوا مدارس نحبوا مستشفيات نحبوا حل الأحزاب السياسية الدينية نحبوا حرية جنسية نحبوا حرية فكرية. واللي يسمي روحه مسلم لازم يشارك، يعني مسلم متفتح يعني فهمت علماني، لازم يحط يده في يد كل ما هو وطني وحر من أجل فهمت تحويل شمال إفريقيا إلى بقية دول العالم. فمتولي حرية إبداع، حرية إنتاج، حرية كل شيء، ونرجع الثقة في رواحنا ونحسن صورتنا في الخارج. وهذا الكلام موجه حتى الشمال الإفريقيين اللي موجودين في أوروبا واللي موجودين في أمريكا، لازمهم هما يقفوا زادة من أجل وعي معناتها اللي حولهم، ومن أجل الدعوة إلى دستور مدني علماني وإلى عمل حقيقي. وتو الظروف هذه تسمح في الوقت الحاضر، هذه فرصتنا احنا في شمال افريقيا مع فهمت العزيمة الدولية لمحاربة الفكر السلفي الجهادي. نظن معناتها قلت اللي حبيت نقوله معناتها في هذه الفيديو. وتو نرجع نتكلم مرة أخرى على الإسلام السياسي بصفة عامة، ولكن غير إصرار بعض الشباب على أني نعمل هذه الفيديو ونقول لكم راهي العملية بتاع بن قردان ما هي إلا جس نبض فهمت، وراهم العناصر الإرهابية موجودة بعشرات الآلاف داخل تونس، وقاعدين يتعاملوا مع المهربين، والسلاح قاعد يدخل، والأمور قاعدة ماشية فهمت. لكن مع الأسف في الحكومات اللي تحكم فهمت تحب تلهي الشعب بهذه الأمور، تعمل لهم شوية بروباغندا وشوية فهمت مسرحية باش تقعد أكثر شيء في الحكم. إذا احنا كشعوب لازمنا نعي سياسيا فهمت، ونستغل هذه الفرصة ونضغط على هذه الحكومات فهمت، سواء في تونس سواء في الجزائر سواء في المغرب، باش يبدلوا النظام التعليمي فهمت، وباش يحلوا الأحزاب السياسية الإسلامية فهمت، وباش يطوروا البلاد نتاعنا يردوها معناتها أحسن من هذا. هكاكا يولي على الأقل عندنا أمل في الأجيال القادمة أن الأمور تتحسن. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.